الأردن. السلام عليكم. Dear Foreign Minister Safadi, dear friend, عزيزي صفدي عزيز صديقي العزيز شكرا على ترحيبك الحار ومن الجيد أن أعود مرة أخرى إلى الأردن لا سيما أن هذا وقت صعب بالنسبة للمنطقة وللعالم عندما أرى الأردن أرى تضامن في العمل وأرى في كلمات صاحب الجلالة الملك عبد الله بطل عالمي للسلام وأرى ذلك في روح الشعب الأردني وتعاطفكم الكبير لمن يحتاجونكم. الأردن ضمت العديد من اللاجئين الفلسطينيين. لقد زرت المعسكر مؤخرا اليوم وأقوم بأن أقول أن الأردن قامت بعمل رائع للأونروا. لقد فتحتم قلوبكم وأبوابكم للكثيرين لا سيما اللاجئين من سوريا وأحث المجتمع الدولي على دعم الأردن كما دعموا الملايين من الأشخاص المحتاجين. من المقلق جدا أن يكون هناك تخفيض للتمويل فيما يتعلق ببرامج اللاجئين في الأردن وفي أنحاء أخرى من العالم. روح التضامن للأردنيين هي التي أتت بي إلى هنا مرة أخرى. أنا في بعثتي لشهر رمضان لأتضامن حيث قمت بالزيارة والصوم مع المسلمين الذين يعانون. لقد كان رمضان فترة للاحتفال لكن ليس هذا العام. القلوب مفجعة في هذه المنطقة وذلك للاستمرار لهذا الحزن في غزة وأيضا للعنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة. أنا أقوم بالثناء على الأردن للدعم لا سيما دوركم المهم جدا في القدس الشرقية وأهنئ الأردن على جهودكم وذلك لتقديم المساعدات في غزة بما في ذلك الجهد الشخصي والحكمة الشخصية لصاحب الجلالة. ومن جانبي سوف أدفع إزالة كل العقبات وذلك أن يكون هناك مزيد من الوصول والمداخل لإنقاذ الحيوات ولكن علينا أن نواجه الوقائع. لن يكون هناك حل إنساني مستدام مع استمرار الحرب هذه الحرب الدموية مثل هذه. علي أن أكرر لم يوجد ما يبرر هجمات 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس ولا يوجد ما يبرر العقوبة الجماعية للشعب الفلسطيني. المساعدات الإنسانية تتطلب التوصيل الفوري الإنساني وإيقاف النار. لقد كنت في هذا المعبر في عطلة نهاية الأسبوع وتقابلت مع المدنيين الفلسطينيين وهناك من القدامى من أزمات قديمة في العقود الماضية ولقد شهدوا كل شيء والآن بدون استثناء قالوا لي أنهم لم يشهدوا أي شيء فظيع كما ما يحدث في غزة اليوم. إن حجم وسرعة الدمار والموت عند مستوى مختلف تماما والآن المجاعة هي التي تسيطر على الفلسطينيين في غزة. هناك إدراك متزايد في العالم بأن كل ذلك يجب أن يتوقف. القتال ينبغي وأن ينتهي الآن وينبغي إطلاق سراح الرهائن الآن ولا ينبغي وأن نتجاهل الصورة الكبرى. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المدى الطويل يمكن أن يأتي بحل الدولتين. ينبغي وأن يكون هناك حاجة لإرساء السلام وينبغي وأن يرى الفلسطينيون أيضا أن يكون لديهم دولة سيادية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة. نحن نعلم أن البديل سوف يزيد ويطول فترة الصراع وهذا سيكون تهديدا كبيرا على السلام العالمي والأمن العالمي وهذا سيزيد من الاستقطاب وأن يكون هناك مزيد من التطرف في كل مكان. كل هذا من يقف أمام حل الدولتين ليس لديه التزام
ولا يعرف ما الذي سيكون البديل. أنا لدي هناك عدد كبير من الفلسطينيين دون أي حس حقيقي للحرية والحقوق والكرامة. هذا سيكون أمرا لا يمكن فهم واستيعاب. حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لتحقيق طموح الإسرائيليين والفلسطينيين. أنا أعلم أنه من السهل أن نكون ساخرين في العالم، ولكن هذا لا يمكن أن نقوم به. السخرية وشكل من الاستسلام للافتراضات الحالية، فهو لجوء إلى الضعفاء الذين ليس لديهم ضيق أفق لتخيل مستقبل أفضل. عندما تكون الأمور صعبة ينبغي وأن نحاول أكثر وأن ندفع أكثر نحو السلام بمثالك. مرة أخرى أعزائي وزراء الخارجية والأصدقاء، شكرا وشكرا لحكومة الأردن وشعبها لقيادة الطريق إلى التضامن والسلام.